السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مرض الدفتيريا والتحذيرات المحلية والدولية من اتساع انتشاره. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات في اليمن جراء مرض الدفتيريا إلى 66 حالة خلال الأشهر الماضية. وقالت المنظمة في تقرير لها إنه تم تسجيل 1100 حالة إصابة بالمرض في 20 محافظة من أصل 23، مشيرة إلى أن محافظتي إب والحديدة هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض. يأتي تسجيل الحالات في ظل تحذيرات محلية ودولية من سرعة انتشار الوباء واتساع دائرته. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع، نناقشه في محورين: ما أسباب عودة انتشار هذا المرض وتوسعه بهذه السرعة، وما حجم الجهود المحلية والدولية لتلافي الانتشار وتجاوز الكارثة المرضية. نتابع التقرير. لا بيئة ملائمة كتلك التي تصنعها الحروب لظهور أوبئة جديدة أو عودة أخرى انقرضت منذ زمن طويل، ولا بلد كاليمن بات حاضنا لأقدم الأوبئة وأشدها فتكا. منذ أغسطس 2017 وحتى مطلع نوفمبر من العام الجاري توفي جراء مرض الدفتيريا 66 حالة بحسب منظمة الصحة العالمية في 20 محافظة من أصل 23، وبحسب التقرير فإنه تم تسجيل 1100 حالة إصابة بالمرض. المرض الذي ينتقل عبر جرثومة تدعى الوتدية الخناقية ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، سجلت أكثر حالاته في محافظتي إب والحديدة حسب تصريح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الذي قال أيضا إن حالات الاشتباه بالمرض بلغت 933 حالة. حملة تحصين وتثقيف تحدث عنها الوكيل في تصريحه، واصفا جهود الوزارة ومنظمة الصحة العالمية بالكبيرة، مشيرا إلى أنه تم تزويد المستشفيات والمختبرات المركزية بالأدوية والمستلزمات الطبية لاستقبال المصابين بالمرض بهدف مجابهته والحد من انتشاره. فهل ستكون جهودا كافية لمنع سقوط المزيد من الضحايا؟ أم أن قوائم المنظمات القادمة سترصد ضحايا جدد؟ حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع الدكتور عبد الرحيم السمعي مدير مكتب الصحه في تعز. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم. مرحبا بك والساده المشاهدين. اهلا بك دكتور. تحدثنا سابقا عن انتشار هذا المرض، وربما كان في بدايه انتشاره وكانت حالات بسيطه ومحدوده. الان عاد الحديث مجددا عن هذا الوباء، هل فعلا الوباء بدا ينتشر بصوره مخيفه ويطال الكثير من السكان وفي المناطق الريفيه على وجه التحديد؟ أولا شكرا جزيلا، وبالتأكيد أن في ظل الوضع الذي تعيشه اليمن وتعز بشكل خاص، أي مرض من الأمراض إذا ما بدأ بحالة واحدة فبالتأكيد أن الظروف مناسبة ومهيئة لأي مرض بأن ينتشر بشكل وبائي، وبالتالي فإن أي مرض سواء كان الدفتيريا أو أي مرض آخر كل الأجواء والظروف الغير طبيعية التي تعيشها البلد تساعد على انتشاره، وهذا يدل على أن مرض الدفتيريا وغيرها من الأمراض أي رقم يطلع من أي محافظة هو رقم صحيح. على سبيل المثال كنا نتحدث في تعز أنه لا توجد حالة دفتيريا حتى هذه اللحظة، وبالتالي كنا نقول أن انتباه الأسرة لالتهاب البلعوم التهاب الحلق عند الطفل عليهم ان ياخذوا الطفل لاقرب مركز صحي، لكن اليوم وصل عدد حالات الدفتيريا في تعز 36 حاله. صحيح انه لا توجد حالات وفاه، لكن الوضع الذي تعيشه تعز كما قلت ينذر بان يتحول هذا المرض الى مرض متفشي بشكل اكبر. وانا ساكشف لاول مره ان تعز، وخلال الايام السابقه انتهينا من اعداد التقرير السنوي في مكتب الصحه، تعز تعتبر أسوأ منطقه في العالم في سوء التغذيه، بلغ عدد الحالات في سوء التغذيه اكثر من 16800 حاله، وهذا العدد كبير جدا بالنسبه للزمام السكاني الذي تعيشه مدينه تعز، وبالتالي فان تعز هي اخطر منطقه على الاطلاق في منطقه الشرق الاوسط والعالم من حيث سوء التغذيه، وهذه كارثه محققه. تجاوزت الحديدة دكتور عبد الرحيم، تجاوزت الحديدة. نعم 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 نعم، تعز تعيش في حالة كارثة
في حالة كارثية، وكلما نادينا وكلما استغفنا وكلما للأسف الشديد كل الآذان يعني مغطاة بطين وعجين، وللأسف الشديد وصلنا إلى هذا الوضع. تعز هي أسوأ منطقة في العالم وفي الشرق الأوسط من حيث حالات سوء التغذية، الهزال لا يكاد يمر يوم إلا وهناك حالة وفاة، وخاصة على الشريط الساحلي وفي المناطق الريفية. عدد أكثر من 16 ألف حالة في زمام سكاني الشريط الساحلي. دكتور عبد الرحيم، نعذرنا عن المقاطعة، الشريط الساحلي في المخا والخوخة الذي هو الآن تحت سيطرة قوات التحالف العربي والشرعية، أليس كذلك؟ نعم، أقصد مديرية المخا ومديرية ذباب باب المندب موزع، هذه المناطق هي التي تسجل أسوأ حالة كارثية في العالم من حيث سوء التغذية والأمراض المتفشية. مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي كما يقولون دائما بأن هناك تغطية كبيرة وهناك مشاريع خيرية تغطي هذه المناطق بعد تحريرها، إلى أين وصلت هذه الجهود؟ هل هي فقط للإعلام والاستهلاك الإعلامي والناس تموت، أم فعلا هناك يعني دعم يصل ولكن دون مستوى المطلوب؟ أخي العزيز، أقول لك اليوم أن مخازن مكتب الصحة في تعز خالي تماما من أي أدوية حتى اللحظة. تم التواصل مع برنامج الإمداد الدوائي في عدن، بعثنا بمذكرات إلى وزارة الصحة، إلى البرنامج الوطني لإمداد الدوائي، قلنا لهم أنه لا يوجد لدينا أي نوع من أنواع الأدوية داخل مخازن مكتب الصحة، خاصة وأننا استنفذنا جميع الأدوية في الأسابيع الماضية نتيجة لتوزيع هذه الأدوية على المستشفيات بسبب بدء عملية التحرير. قلنا بأن المخزون الاستراتيجي الموجود داخل مكتب الصحة يجب أن يتوزع على المستشفيات، وبالتالي الآن يخلو تماما المخزن من أي أنواع من الأدوية. المناشدات طبعا نحن نتحدث عن وزارتنا وعن سلطاتنا وعن حكومتنا ولا نتحدث عن الآخرين. ما يحصل أو العلاقة بين المراكز الإغاثية والأهلة الموجودة التي تعمل على الأرض اليمنية هي من اختصاص وزارة الصحة في الاستطالات والتنسيق معهم واللجنة العليا للإغاثة. طيب إذا دكتور، اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث من عدن وكيل وزارة الصحة الدكتور عادل الوليدي. مرحبا بك دكتور عادل. أو علي الوليدي، نعم دكتور علي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك. أكيد على تقديمكم لهذا الحدث. مرحبا بك دكتور علي. يعني تحدثنا كثيرا ومرارا وأنت دائما ربما ضيف دائم بالنسبة لنا في قناة بلقيس، ونشكرك لتعاونك وتجاوبك معنا، لكن الآن استمرار هذه الإشكالية، عدم متابعة هذه الأوبئة التي تنتشر ربما في البداية بحالة حالتين ثم يتفشي الوباء ولا تكون هناك وقفة من وزارة الصحة لإيقاف والحد من الأمراض، ما هي الأسباب التي تجعلكم يعني لا تقومون بالدور المطلوب أمام أي مرض يبدأ بالانتشار بصورة طفيفة ومن ثم يتكاثر حتى تصبح كارثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكر الأخوان قناة بلقيس وجميع طاقم القناة لتغطيتهم بهذا الحدث، وأشكر ضيوفي الكرام دكتور عبد الرحيم السامعي وضيوف الآخرين. حقيقة وزارة الصحة العامة والسكان تبذل جهود كبيرة جدا مع السلطات المحلية في المحافظات ومدراء مكاتب الصحة في المحافظات، بالإضافة إلى شركائنا الدوليين من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وعدد آخر من المنظمات الدولية. ليست منظمة الصحة العالمية مثل ما تفضلت في حديثك أنها واقفة تنظر للأحداث أو تنظر للأوبئة بانتشار حالة انتشارها ولا تعمل شيء. هذا كلام يعني غير مرتبط فيه. وزارة الصحة العامة والسكان قامت بإرسال أدوية الأنتيتوكسين لجميع مراكز الجمهورية، أو حددنا عدد من المستشفيات الجمهورية لاستقبال هذه الحالات، وتم إرسال الأدوية لها. كذلك تم إرسال المحاليل إلى المختبرات المركزية. أيضا تم تدريب الكادر الصحي على السياسة العلاجية، وكذلك في المختبرات المركزية تدريب عدد من المخبريين. موضوع وزارة الصحة العامة والسكان في شراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف منذ فترة تدرس موضوع اللقاح. كانت إشكالية كبيرة تواجهنا إنه لا يتوفر لقاح للدفتيريا.
وصلنا مؤخرا الاسبوع الماضي تقريبا لقاح لكن غير كافي، ونحن حاليا نستعد لعمل حملة في 38 مديرية من محافظات الجمهورية. طبعا اليوم نحن في 20 محافظة، أكثر من 115 مديرية من محافظات الجمهورية سجلت في حالة اشتباه بكتيريا. لذلك نحن على اللقاح الذي وصلنا سوف نقوم في 38 مديرية الأكثر تضررا، وثم المرحلة الأخرى بعد وصول اللقاح المرحلة الثانية ننفذ في المديريات الأخرى. كان نتوقع أن سوف ننفذ يوم 24 الشهر يعني بعد بيومين، لكن بعض الإجراءات الفنية لم تتمكن مع الأخوان في اليونسف والدبليو اتش او من استكمالها، لذلك أجلت للأسبوع الأول من مارس، وإن شاء الله تنفذ في 38 مديرية. وصلت بعض اللقاحات العاصمة عدن وكذلك اللقاحات إلى صنعاء. حقيقة هي غير كافية، نعم نبدأ فيها ونبدأ في المحافظات الأكثر تضررا. نعم، الإحصائية الآن دكتور علي التي لديكم الآن من المصابة بمرض الدفتيريا ما هي؟ عدد الحالات، حالات الاشتباه طبعا حالات التأكيد كل حالة واحدة تقريبا أو حالتين، إنما حالة الاشتباه هي 1115 حالة في 20 محافظة، 115 مديرية من 20 المحافظة من دو أن سجلت أول حالة اشتباه في الجمهورية حتى يوم أمس. كان تركزت مضمنها في محافظة إب ومحافظة الفديدة، هي أكثر محافظات تضررا. سجلت 15 حالة قبل أمس، في منها 6 حالات في محافظة الضالة وأربع 6 حالات في محافظة الضالة وأربع حالات في محافظة صنعاء وثلاث حالات في مدينة صنعاء وحالتين في محافظة المخويلة. نعم، طيب دكتور علي، سؤال يعني ربما في غاية الأهمية. الآن نسمع ربما معظم المؤتمرات، معظم التصريحات من المجتمع الدولي، من المانحين لليمن، من الصحة العالمية، من اليونيسف، من الصليب الأحمر، الجميع يتحدثون عن كارثة إنسانية حاصلة في اليمن، سواء في الجانب الصحي، في الجانب الغذائي، في مختلف الجوانب. هل فعلا أمام كل هذه الحملات وأمام كل هذا الدعم الذين يجمعوه من أجل اليمن، هل هو فعلا يصل أم أصبحت هذه المنظمات فقط ترفع هذه الشعارات من أجل الحصول على أموال طائلة ولا تصل فعلا للمستحقين، وينعكس ذلك على الوضع في اليمن سواء الجانب الصحي والجانب البيئي أو الجانب الغذائي؟ لا يخفى عليك وعلى الأخوة الضيوف الكرام وعلى المشاهدين الكرام، منذ أن قامت ميليشيا الانقلاب بانقلاب على السلطة وانقلاب على الشرعية وانقلاب على الشعب اليمني، ميليشيا الحوثي مع ميليشيا المخلوع صالح، نمر ما يزيد عن 55% من القطاع الصحي لم يتبقى سوى 45، لا تشتغل بشكل كامل، لا تشتغل بشكل جزئي. كثير من الكادر الصحي منهم من فرد، منهم من اعتقل، منهم من أبد، منهم من استشهد، هناك نازحين. كل هذه الأسباب كان لها أثر سلبي على القطاع الصحي. هناك جهود ودعم صحي من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، خصوصا مركز الملك سلمان لقاس والعملية الثانية، كان الأحمر الإماراتي، اللجنة العليا لقاس الكويتية. حقيقة طوال 3 سنوات الماضية لو لم يساعدوا لما استطعنا أن نحافظ على النظام الصحي من عدم الانهيار، جهود كثيرة تبذل، كثير من المستشفيات، كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، سيارات إسعاف، طاقم طبي، عقود للأطباء في كثير من محافظات الجمهورية. طبعا كل المساعدة التي وصلنا إلى العاصمة عدن نرسلها إلى 23 محافظة، لا تقتصر على المحافظات المحررة، أرسلنا إلى صنعاء، إلى الحديدة، إلى صعدة، إلى مستشفى السلام في صعدة، إلى دمار، إلى تعز، إلى مأرب للجوف إلى حضرموت، جميع محافظات الجمهورية بالتساوي نفس لها. وكثير من الدعم بعثناه إلى المحافظات التي تخضع لصعوبة الانقلاب. 53% من الأدوية والمستلزمات الطبية تذهب إلى هذه المناطق، نحن مسؤولين عن جميع محافظات. طيب دكتور علي، نعم أمام نقف عند هذه الإحصائية التي ذكرتها 53%، مع الأسف يصل إلى مناطق الانقلابيين في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تخضع لسيطرتها. سأنقل هذا السؤال لمدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن الجرة جار الله. دكتور عبد الرحمن جار الله، مساء الخير. دكتور عبد الرحمن جار الله، مساء الخير.
فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة في الحديدة. إذا إلى أن يعود. نعم، أعود إذا للدكتور عبد الرحيم السامعي في تعز. دكتور عبد الرحيم، إذا تحدث الدكتور علي الوليدي أن هناك جهود كبيرة تبذل. كنت قد تساءلت مع الدكتور علي حول هل فعلا هذا الدعم الكبير وهذا الحشد الكبير لدعم اليمن في المختلف المجالات يصلكم، أم أصبح يعني ورقة لهذه المنظمات يعني نسميه ارتزاق، نسميه يعني البحث عن الأموال دون وصولها إلى المستحقين؟ ما رأيك أنت من خلال متابعتك واطلاعك بصورة قريبة جدا دكتور عبد الرحيم، هل فعلا هذا الدعم يصل للمحتاجين اليمنيين أم لا؟ أولا شكرا دكتور علي الوليدي الذي فعلا يبذل معنا جهود كبيرة فيما يخص مكتب الصحة في تعز، ونجده دائما متفاعلا مع كافة القضايا والمشاكل التي نعانيها، وبالتأكيد هناك مساعدات نتيجة للجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لكن أنا أعتقد أن حجم المساعدات لا تساوي حجم الكارثة. الكارثة كبيرة ووزارة الصحة تبذل جهود كبيرة. أنا أعرف وأزور الدكتور علي الوليدي في عدن وأزور وزارة الصحة وأتفهم الأجواء التي يعملون فيها في عدن ومقر الوزارة وأين يجلسون وكيف يعملون. الكادر المتواجد هي جزء من المعاناة التي يعيشها مكاتب الصحة في المحافظات، بل أن العبء الأكبر على وزارة الصحة يقع في العاصمة المؤقتة عدن، وهذا عبء كبير. وهنا أعود وأؤكد أن حد ما يصل إلينا لا يساوي حجم الكارثة ولا يمكن أن يغطي كافة الاحتياجات، بل أن الاحتياجات الرئيسية والضرورية أحيانا لا نجدها. أنا اليوم مثلا أقول أن الإنسولين المستخدم في علاج السكر لا يتواجد في مدينة تعز، تتقطع له الميليشيات للأسف الشديد. ناديت وظليت لمدة سنة ماضية وأنا أناشد وزارة الصحة في عدن البرنامج الدوائي، نقول لهم يا جماعة مرضى السكر في تعز يموتون، مرضى السكر يسرقون من قبل الميليشيات، وللأسف الشديد الميليشيات منسقة مع بعض منهم في الداخل عن طريق الهاتف، يسرقون 3800 إبرة شهريا. العام الماضي باعت هذه الميليشيات بما يقدر ب 96.700 ألف ريال يمني من مادة الإنسولين المخصصة لمدينة تعز، والأخوة في وزارة الصحة في عدد مصممون أن تأتي هذه الكمية عن طريق صنعاء. لماذا؟ نعم دكتور عبد الرحمن، هذه نقطة في غاية الأهمية. أنا يعني انتهى الوقت، سأودعك وسأنقل هذا التساؤل للدكتور علي الوليدي، لكن بعد أن أستقبل مدير مكتب الصحة في الحديدة ونطلع مع الدكتور عبد الرحمن جار الله على الوضع هناك. دكتور عبد الرحمن جار الله، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بكم. اهلا بك دكتور عبد الرحمن. كيف يمر الوضع في الحديده خاصه مرض الدفتيريا؟ هل هذه الارقام التي تتحدث عنها وزاره الصحه وتتحدث عنها المنظمات الدوليه فعلا في ازدياد بمحافظه الحديده، ام هناك تهويل للصوره؟ يا اخي سجلت محافظه الحديده 151 حاله الى الان. نعم. منها 16 حاله وفاه حدثت جفاء الدفتيريا. طبعا استجابة المنظمات نحو الدفتيريا بطيء جدا. تصور إلى الآن نطالبهم بإنشاء مركز لعزل المرضى، لم ينشأ إلا مركز واحد فقط في هيئة مستشفى الثورة، وبينما المرض ينتشر في أكثر من 3 مديريات يعني بشكل كبير. في نقص شديد في الأنتيتوكسين المصل أو الترياق المضاد للدفتيريا، في نقص في غرف العنايه، لانه الحالات عندما تاتي متقدمه وبالتالي بحاجه العنايه مركزه. يعني في نقص، نحتاج الى غرف عنايه بالقرب من مركز العزل. يعني هناك بطء شديد في استجابه المنظمات، مع شكر لبعض المنظمات التي دخلت معنا في موضوع الدفتيريا. نعم. طيب لو شبهت لك الكوليرا بدأت هكذا، بدأوا نعم
لم يتم الاهتمام في مكافحتها حتى انتشر بتلك الصورة المخيفة. طيب دكتور عبد الرحيم، كما تعلم الآن الدكتور علي ولدي يقول بأن 53% من كل المعونات الصحية والغذائية تصل عن طريق المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وعلى وجه التحديد ميناء الحديدة. أنتم كأول محافظة وميناء الحديدة يستقبل ربما 90% من هذه المعونات، ما مدى استفادتكم أنتم في المحافظة من هذه المعونات التي تصل إليكم؟ يا أخي احنا لا ندري بهذا الكلام سواء من أين تصل، لكن احنا تصلنا الأدوية أو الأمصال أو غيرها من المنظمات، لكن لا أدري بالضبط. هل هي بالقدر الكافي هذه المنظمات؟ هل هي بالقدر الكافي؟ غير كافية طبعا، زي ما قلت لك استجابة المنظمات غير كافية غير كافية. طيب نتمكن سوى 20% من احتياجنا. نعم. طيب وزارة الصحة نعم، وزارة الصحة التابعة للانقلابيين في صنعاء والحديدة هي جزء من هذه المنظومة، هل هناك اهتمام تواصل معكم، يعني يقفوا على كل هذه المشاكل، يتم دعمكم تقديم الدعم من أجل تلافي الوباء أم لا؟ نعم نحن نشوف الزملاء في صنعاء يتواصلوا معنا بشكل دائم، ونحن نقول لهم كل الهموم، يعني نحن كصحة يهمنا صحة المواطن ويهمنا كل ما يخص صحة المواطن فقط. نعم. هل الآن طيب سؤال أخير فقط دكتور عبد الرحمن، هل هناك الآن خطة لديكم من أجل مكافحة هذا الوباء حتى لا ينتشر بصورة كبيرة كما انتشرت معظم الأمراض السابقة كمرض الكوليرا على وجه التحديد أو حمى الظنك أو ما شابه ذلك؟ نعم لدينا خطة وقدمناها للمنظمات، من في هذه الخطة توفير 3 مراكز عزل، واحد في بيت الفقيه وواحد في مديرية الحالي وواحد في مستشفى الثورة، وفيها توفير الأدوية وتوفير الأمصال والكشف على المخالطين للمرضى، لأنه موضوع المخالطين موضوع مهم جدا في مرض الدفتيريا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية كذلك التحصين وتغطية التحصين في هذا الموضوع مهم جدا في موضوع الدفتيريا. التحصين هو حجر الزاوية في موضوع الدفتيريا. نعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة. وعودة أخيرة لوكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي. دكتور علي، ذكر الدكتور عبد الرحيم السامعي نقطة في غاية الأهمية، أنكم في الوزارة للأسف الشديد تصرون على أن تكون الجهة التي سواء من المنظمات الدولية أو الصليب الأحمر أو اليونيسف أو ما شابه أو أي أدوية خاصة بتعز تأتي عن طريق صنعاء، وذكر على وجه التحديد مادة الأنسولين والتي باعوا منها خلال العام الماضي بملايين الريالات. ما هي الأسباب التي تجعلكم تصرون على أن تكون تعز تابعة في هذا الجانب للمنظمات في صنعاء؟ قبل أن أعلق على موضوع الدكتور أو النقطة اللي طرحها الدكتور عبد الرحيم، أنا أريد أوضح لك نقطة. أنت حرفت كلامي في الموضوع 53%، أنا قلت 53% الذي أرسلناه من عاصمة عدن لأجل المستلزمات الطبية الذي وصلنا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة العليا للإغاثة الكويتية. لم أتحدث الذي أتى عن ميناء الحديدة، أنا أتحدث عن المساعدات التي وصلت من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي وتم إرسالها عن طريق مكتب منظمة الصحة العالمية، وصل إلى كل المحافظات. وصل مثلا 500 كيلو قصير كلوي إلى مستشفى باجل في الحديدة، و500 جلسة قصير كلوي إلى مستشفى الثورة في صنعاء، و400 جلسة قصير كلوي إلى مستشفى العسكري في صنعاء، و500 إلى مستشفى الثورة في إب وغيرها إلى تعز. أما فيما يتعلق في المنظمات الدولية فيأتي عن طريق منظمات الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء عن طائرات الأمم المتحدة، وهي تقوم بتوزيعها لمنظمات الأمم المتحدة، والذي يأتي من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي إلى العاصمة عدن. نقوم بإرساله إلى جميع محافظات الجمهورية لكل المحافظات يعني إلى الآن دكتور علي المنظمات التابعة للأمم المتحدة دائما بصورة رسمية هي تأتي إلى صنعاء أو الحديدة التابعة للميليشيا الانقلابية، أما أن تأتي معونات إلى عدن بصورة مباشرة لا توجد. منظمات الذي يأتينا إلى عدن نحن نقوم بتوجيهها لجميع محافظات الجمهورية، بينما الأدوية الطبية التي توصل لصنعاء لا يوصل شيء للمحافظات المحررة، والأدوية التي توصلنا والمستلزمات الطبية إلى العاصمة عدن نقوم بتوزيعها على جميع محافظات الجمهورية. في الأخير نحن
مسؤولين عن جميع المحافظات الجمهورية عن أداء الشعب اليمني من صعدة حتى المعركة. طفل في صعدة مثل طفل في تعز، طفل في إدمة مثل طفل في عدن، بالنسبة لنا كلهم بتساوي نفس جميع محافظات الجمهورية. نعم نعم، وهذا دائما وهذا دائما هو تعامل الدولة بعكس الميليشيات. دكتور علي، سؤال أخير فقط دكتور علي. نعم سؤال أخير فقط الآن دكتور علي، فيما يخص الآن هذا الوباء الذي بدأ ينتشر وبأرقام مخيفة، ربما لو يعني استمر الوضع على هذا الحال لا تفاقم الأمر وأصبحت كارثة مثل ما حصلت في مرض الكوليرا. الآن وزارة الصحة ممثلة بكم أنتم، هل هناك خطة الآن لتلافي هذا الوباء قبل انتشاره؟ نعم في خطة، نحن قمنا بفتح مراكز، قمنا بإرسال الأنتيتوكسين اللي هو الترياق، الآن نخطط لحملة بكتيريا لعدد من المديرة في عدد المحافظات الجمهورية كمرحلة أولى بسبب قلة اللقاح، وتلحقها المرحلة القادمة. هناك جهود كبيرة تبذل من الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في جميع محافظات الجمهورية. بالنسبة لما يتعلق بتعز، محافظة تعز يوصلها مثل حصتها مثل غيرها من محافظات الجمهورية، لكن هناك في تعز في احتياج كبير، ونحن ناقشنا مع المنظمات الدوليه فيما يخص محافظه تعز. موضوع محافظه تعز انه هي تتبع مكتب منظمه اليونسيف في محافظه تعز، محافظه تعز محافظه تعز مكتب يخص هذه المحافظتين، ونحن طالبنا من مكتب منظمه اليونسيف ان ياتي مخصص محافظه تعز الى العاصمه عدن، من ثم نقوم بإرسال الى محافظه تعز. الاخوان في منظمه الصحه العالميه استجابوا لهذه الدعوه، بينما او لهذه الرساله اللي بعثها معالي الوزير. الاخوان في منظمه اليونسيف لم يستجيبوا حتى اللحظه، لكن هناك في تواصل بيننا انه ينقل كل ما يخص محافظه تعز العاصمه عدن بحيث انه يوصل لتعز بكل سهوله. في موضوع ما يخص الادويه والمستلزمات الطبيه تحدث عنها الدكتور عبد الرحيم السامعي، ان شاء الله يوم غدا نجلس مع الاخوان في التمرين الدوائي، اذا في امكانيه اننا نضيف او زياده لمحافظه تعز عن حصتها سنقوم بذلك، لانه نحن عندنا في التمرين الدوائي لجميع محافظات الجمهوريه حصه معينه نرسل لكل هذه المحافظات، لكن الاشكاليه في محافظه تعز في الاحتياجات كبيره، وبالتالي سنتدارس الموضوع مع الاخوان في التمرين الدوائي. العام الماضي ارسلنا للموضوع الانسولين لعدد المحافظات الجمهوريه من حصص محافظات اخرى لم تستوعب المحافظات الاخرى، فبعثنا المحافظات اللي هي باحتياجها. هذه كلها يتعلق بامور اداريه وفنيه مع الاخوان في التمرين الدوائي، ان شاء الله سنقوم بحل هذه الاشكاليه. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا من عدن، والشكر أيضا لمدير مكتب الصحة في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، وكذلك الشكر لمدير مكتب الصحة في الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.